بسم الله الرحمن الرحيم. انا انس خالد البدري، كارديولوجي ريزيدنت في جامعه اسكندريه. طبعا كارديو اليكس ده من اكبر المؤتمرات واهمها في مصر كلها وفي الشرق الاوسط. مش اول سنه احضر المؤتمر ده، دايما كنت بحضر المؤتمر ده وانا جست عادي. اول سنه بورجنايزر فيه تبع قسم الكارديولوجي في جامعه اسكندريه. طبعا انا بفتخر ان انا جزء من السنه دي من المؤتمر وجزء من القسم ده، واتمنى ان شاء الله ان كلكم تكونوا استفدتوا من المؤتمر، وباذن الله يعني اللي جاي احسن باذن الله.